السلام عليكم ورحمه الله، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال نتوما تشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم مره اخرى في قناتي. اذا كنتوا اول مره تزوروا هذه القناه، ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم واحبابكم، وخليوا لي لايك، خليوا لي اراءكم في التعليقات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه محبوب الجماهير، اللي هو الكسكس المغربي بالخضر وبالدجاج. الا بغيتو تعرفوا الطريقه والمقادير تفرجوا في الفيديو الى النهايه، فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم دابا حاجه بحاجه. بالنسبه للعطريه خديت هنا معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره من الملح، عندي هنا ملعقه كبيره من سكنجبير وملعقه كبيره من خرقوم البلدي، عندي هنا معلقه كبيره ديال السمن، معلقه كبيره من مركز الطماطم، كاس لاروب ديال الزيت خليط بين زيت البلديه وزيت المائده، عندي هنا شويه ديال القزبر معنوس نقيته وغسلته من قبل، عندي جوج حبات ديال الطماطم مبشورين، بصله كبيره اولا جوج بصلات متوسطين شلطتهم على هذا الشكل، وعندي هنا نصف دجاجة كيف ما كتشوفوا. بالنسبة للخضر خديت هنا قرعة حمراء خليت لها القشرة ديالها نظفتها مزيان، عندي هنا حبة واحدة من باذنجان، خديت قرعة خضراء، هذا الفلفل الحار كيبقى اختياري ممكن انكم تستغناو عليه، عندي هنا جوج الانواع من اللفت، عندي اللفت الاصفر واللفت الابيض، عندي جزر نقيته وقطعته على هذا الشكل، ونصف حبه من الملفوف اولا ليشو حتى هي نقيتها وغسلتها. المهم هاد الخضر كاملين راه نظفتهم ورقدتهم شويه في الماء وضفت عليهم شويه ديال الخل باش يتعقموا. تيكونوا هادو هما المكونات اللي غنحتاج في هاد الوصفه. ندوزو دابا لطريقه التحضير. نبداو على بركة الله. بسم الله، اول حاجة درت خديت هداك الكاس لاروب ديال خليط زيت الزيتون وزيت المائدة، درتو في طنجرة الضغط، وغادي ندير عليه هدوك الطريفات ديال الدجاج ونخليهم يتقلاو شوية، ضروري من هاد الخطوة ديال تقليو الدجاج باش كتحيد منو ديك الزفورية اللي فيه. وهو كيتقلى كنبقى نقلبو مره مره باش الجوانب كاملين يتقلاو في الزيت. صافي، من بعد ما تقلى لينا الدجاج دابا غادي نضيف هذاك البصله، ونخليها حتى هي تقلى. غادي نغطي دابا الطنجره وغنخليها واحد شويه، عاد نرجع باش كيف ما كتشوفوا هنا. من بعد ما تقلى ليا الدجاج مع البصله غادي نضيف ليه هذاك الابزار، الملح غادي نخليه حتى الاخر حتى نبلل المرق ونطوقه، حيت كما انا غسلت الدجاج بالملحه والسمن حتى هو كيكون فيه واحد النسبه ديال الملوحه باش ما يجنيش المرق مالح اكثر من القياس. بالنسبه للسمن ما غاديش ندير الكميه كامله، غندير غير واحد شويه والباقي غنخليه حتى يطيب المرق، ومن بعد غنضيفه في النهايه باش كتبقى ديك النسمه ديالو باينه. غادي نحرك مزيان باش تنسجم العناصر كامله مع بعض واللحم كامل يتشرب هذيك العطريه.
دابا غادي نبدا نضيف في الخضره. اللفت والقرعه والدنجال كلشي كنحاول انني نقسمه من الوسط بلا ما نقسمها كامله، يعني غير كنفتحها واحد شويه باش كتدخل ليها لاصوص وكتجي بنينه. ممكن انكم ما ديروش هذه الخطوه هذه، انا كتعجبني نديرها. خيزو حتى هو كنفلحو من الوسط، ماشي كنقسم الخيزو، غير كنفلحو غير من الوسط ديالو كيف ما كتشوفوا، حيت خاصو يكون محافظ على الشكل ديالو. صافي دابا من بعد ما ضفت الخضار كاملين غادي نبدا نبلل. هنا راه عندي الماء طايب سخنته من قبل، غادي نبلل حتى تغطى ليا الخضره. علاش ما بللتش هو الاول؟ حيت واحد المره كانت وقعت ليا بللت، وملي جيت نضيف الخضره فاض ليا هذاك الماء واضطريت انني نقصه. لذلك وليت كندير هذه الطريقه، هذه كتجيني افضل باش كندير القياس ديال الماء بلا ما نضيع المرق ديالي. هاد الخطوه هذه اولا هاد الملاحظه بالنسبه للمبتدئات، انا في البدايه درت هاد الغلط. صافي دابا غادي نضيف الملح، ما شفتونيش راه ذقت المرق لقيته مزيان وزدت الملح. دابا غادي نغطي عليه نسد الكوكوت ونخليه يطيب. نسيت ما ضفتش الربيع، عاود حليت الكوكوط رجعت ضفت الربيع. دابا غادي نسد عليها وغادي نخليه يطيب ونمشي نحضر الكسكس. اول حاجه هنا عندي كيلو لا ربع عفوا ديال الكسكس متوسط الحجم، عندي كاس لا ربع ديال الزيت، زيت المائده، وعندي الماء بارد ديال الصنبور باش غادي نشرب الكسكسو. سمحوا لي على هذا المشهد هذا ديال البانيو، هذا البانيو راه نقي كنستعملو فقط للطبخ والغسل الخضار والفواكه، ولكن راه تهرست لي القصريه داكشي علاش استعنت به. المهم اول حاجه كندير الكسكسو، نورمالمون خصكم ديروه في القصريه، وكتزيدوا عليه هذاك الكاس ديال الزيت وكتبسبسوه مزيان حتى كتاكدوا ان جميع الحبيبات ديالو نسات هذيك الزيت باش ما يتكورش ليكم. من بعد ما بسبسو مزيان بالزيت وتاكدت انه كامل قاصتو هذيك الزيت، دابا غادي نبدا نفسدقو بالماء بهذه الطريقه. انا مسترعتش هذه الفقره في الفيديو باش تشوفوا الطريقه بالنسبه للمبتدئات ولا بالنسبه اللي كيتكور ليهم الكسكسو ولا السميده. هذه هي الطريقه، انا ما كنحتاج لا نغربلو لا حتى شي حاجه، ما كيتكورش ليا. والسر في انني كندير شويه الزيت زايده في الاول، وكنحاول انني ندخلها في الحبيبات ديالو كاملين، عاد كنبدا نضيف الماء. كنعطيها كذلك الوقت الكافي اللي كيتشرب فيها هذيك، كيف ما قلت لكم كنعطي الوقت الكافي حتى كيتشرب الزيت مزيان. من بعد عاد كنبدا نضيف ليه الماء بشويه بشويه. هذا هو الشكل ديالو، حاولوا انكم في الفوره الاولى ما تكثروش ليه الماء بزاف. صافي هذا يكفي. دابا غادي نديرو في الكسكاس، وغادي نديرو فوق الكوكوت ونخليه يفور. بالنسبه للكسكسو كندير ليه غير جوج فورات تيكون واجد، اما بالنسبه الى استخدمتو سميده يعني كتخليوها ثلاثه الفورات، وخصو يطيب مزيان باش ما يسببش الوجع. المهم هاد النصائح كنعطيهم كل شيء تقريبا عارفه. المهم هذا الفيديو بالنسبه لي انا موجه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يديروا كسكسو اولا ما كيصدقش ليهم كسكسو. اذا تبعوا هذه الطريقه هذه بالتفصيل غادي ينجح معاهم ان شاء الله. صافي دابا غادي نديرو فوق من الكوكوت وغادي نخليه يطيب. تقريبا دابا دازت مده ديال ساعه الا ربع، حليت على الكوكوت قلبت الخضره عفوا لقيتها طابت. دابا غادي نضيف ليها الخضر الاخرين
اللي كيطيبوا دغيا، اللي هما القرعه حمراء قرعه خضراء الدنجال، الخضر اللي ما ضفتش في الاول، بالنسبه للكسكسو راه دازت الفوره الاولى يعني طاب الطيبه الاولى، حطيته على جنب حتى ندير الخضر في الكوكوت، عاد غادي نرجع باش نشربوا الماء. من بعد ما درت الخضر كاملين، في هذا الاثناء غادي نضيف مطيشه محكوكه، وهذيك المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم حتى هي غادي نضيفها دابا، وداك شويه ديال السمن اللي بقى غادي نحيد منه، هذاك نحيد منه تقريبا جهد نصف ملعقة صغيرة غادي نديرو في الكسكسو. وهاد الخطوة هادي اللي قلت دابا اختيارية، ممكن انكم ديرو كامل في الكوكوت. دابا سديت الكوكوت ورجعت لهني باش نوريكم طريقة ديال الكسكسو كيف ما كتشوفوه باقي سخون، ضروري ما انكم تشربوه الماء مزيان وهو سخون بحيت باش كيشرب مزيان وما كيتعجنش، الا خليتوه حتى برد غادي يتعجن ليكم. غادي نبقى نضيف الماء بشويه بشويه ونحرك، نعاود نضيف الماء بشويه بشويه ونحرك، ما تضيفوش الماء كامل دفعه واحده باش ما يتعجنش لكم، ضروري من انكم تزيدوا عفوا بشويه بشويه وتحركوا بحال كتكسكسوا. هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه، صافي دابا كيكون واجد باش كتعرفوا انه راه ولا واجد، الكميه ديالو كتضاعف وكيولي اللون ديالو افتح. صافي دابا غادي نحركو مزيان باش نتاكد ان جميع الحبيبات شربت الماء مزيان، وغنخليه يرتاح واحد شويه، من بعد غادي نديرو في الكسكس ونردو يطيب للطيبه الثانيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا القياس فاش درته قبيله في الكسكاس كنقل من هذا، يعني الكميه ديالو ضعفات، بمعنى اخر انه شرب. غنديروا دابا فوق من الكوكوت يطيب المره الثانيه ونرجع باش نسقيه معكم. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، ما وريتكمش كيفاش درت تسقيتو حيت حاجه باينه انكم غادي تستفوا الخضار وغادي تسقيوه مزيان حتى يتشرب كامل، حاولوا انكم تزربوا عليه ملي يكون سخون باش ما كان سخون باش ما كيتشرب المرق مزيان. نتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، نتمنى انكم تجربوها، الا عجبتكم بارطاجيوها مع صحابكم وخليوا لي ارائكم في التعليقات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.